مرحبا أخوي حسن، حاليا نحن متواجدين في موقع مشروع مدينتنا، أحد المشاريع الاستراتيجية لبروة العقارية. متواجدين عشان حفل تدشين توقيع عقد المقاولات مع شركة أوربكون للتجارة والمقاولات. طبعا مثل ما تم إعلان سابقا، مشروع مدينتنا وبراحة الجنوب من المشاريع السكنية اللي جات من ضمن إطار الخطة العمرانية الشاملة والخطة التنموية المستقبلية للمشاريع السكنية في الدولة، من غرفتين إلى 3 غرف. بحمد الله تم البدء بالمشروع في 16 أغسطس مع المقاول، وإن شاء الله بإذن الله سيتم الانتهاء منه في أبريل 2022. المشروع متواجد في منطقة أم بشر في بداية مدينة الوكرة، تستهدف استقطاب العائلات مكونة من 339 مبنى بإجمالي 6780 وحدة سكنية قبل بداية كأس العالم 2022 في المدينة. تخدم العمال من ضمنها مثل ما تشوف عندنا هايبر ماركت، عندنا ملاعب، عندنا مساجد، وعندنا بعض المحلات البيع بالتجزئة. وانتهي عدد الوحدات السكنية في المشروع 1400. مثل ما تعرف هذا المشروع موجود في الوكرة، هو عبارة عن تطوير مدينة سكنية للعمال في مدينة الوكرة. هذا فقط للعمال؟ فقط للعمال. أوكي. وفيها وسائل خدمية 104 وحدة سكنية. أوكي. حلو. بدأ العمل فيها ولا؟ طبعا بدأ العمل فيها في الموقع، وإن شاء الله انتهى العمل فيها في أبريل 2022. طبعا هذه لمحة سريعة عن المشروع والمشاريع اللي راح تتم إن شاء الله، اللي هي مدينتنا وبراحة الجنوب، وهذا موقعها مثل ما نشوف مع بعض. هذا موقعها تقع يعني قريب من الوكرة، وهذه تفاصيل المشروع مدينتنا وبراحة الجنوب. التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا،
وليستك ميلاني بذات الوقت استراتيجية مجموعة بروة العقارية في تطوير مشاريع عصرية تقدم مستوى معيشي عالي الجودة لمختلف فئات المجتمع. اسمحوا لي الآن أن أدعو المهندس عبدالله حجي لتقديم عرضه لمشروع مدينة براحة الجنوب، فليتفضل مشكورا. نبدأ مختصرة عن المشروع. المشروع عبارة عن تطوير مدينة سكنية للعمال تقع في منطقة الوكرة، بالإضافة لتوفير وسائل خدمية متعددة ومرافق عامة لخدمة العمالة الساكنة في المدينة. سيتم تنفيذ المشروع براحة الجنوب على قطعة أرض بمساحة إجمالية 773,000 متر مربع، بإجمالي مساحة تشييد تقارب 775,000 متر مربع. يتكون المشروع من 1404 وحدة سكنية، وهي عبارة عن دور أرضي زائد دورين، يشمل عدد 16,848 غرفة بطاقة استيعابية 4 أشخاص في الغرفة الواحدة. لتكون الطاقة الاستيعابية لبراحة الجنوب حوالي 67,000 متر، ومحلات البيع بالتجزئة وملاعب رياضية والمساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة عبد الله خلفاني، مدير إدارة مشروع مدينتنا. يأتي مشروع مدينتنا ضمن السياق المعد للخطة العمرانية الشاملة للدولة، مستهدفة توفير احتياجات التنمية المستقبلية، أخذة بعين الاعتبار التنمية المستقبلية وتوقعات السكانية العمرانية والنمو السكاني المستقبلي لتحقيق التوزيع العمراني الجغرافي المتوازن. يعد المشروع من المشاريع التنموية التي تضيف إلى قائمة المشاريع السكنية في منطقة الوكرة، في إطار الاهتمام بتوفير جودة حياة متكاملة تلبي تطلعات القاطنين فيها. وتم بحمد الله البدء بعمل إنشائه على أرض بمساحة إجمالية تقارب 1,100,000 متر مربع، لتتضمن إجمالي 6,780 شقة سكنية من غرفتين إلى 3 غرف سكنية بارتفاع أرضي زائد 4 طوابق بتصميم عصري حديث مواكبا لمتطلبات الفئة المستهدفة، ويضم كل مجمع سكني الخدمات الترفيهية والتجارية والمرافق العامة الخاصة بها في مساحات خضراء وملاعب خارجية، هذا بالإضافة إلى نقطة تجمع مركزية لمراكز التجارية الرئيسية ونادي الصحي الرئيسي. أما فيما يتعلق بالجدول الزمني والمعالم الرئيسية التي يجب تحقيقها، فإنه تم بحمد الله وبفضل التوجيهات الكريمة للإدارة العليا للمجموعة وجهود فريق المشروع البدء بأعمال إنشاء نماذج السكنية في 1 يوليو وإتمام الأعمال قبل الموعد المحدد لها، وذلك في 30 أغسطس 2020. وبإذن الله سوف يعمل فريق المشروع على تحقيق كل المعالم الرئيسية تحت ظل الإدارة العليا لمجموعة بروة العقارية وبالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية. بسم الله وعلى بركة الله، نعلن بدء أعمال إنشاء مشروعي مدينتنا وبراحة الجنوب في مدينة الوكرة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشروع بحد ذاته اصلا مشروع اعتقد له اهداف مساعده النهضه والطفره الموجوده في دوله قطر الاقتصاديه بشكل عام، ولا شك ان المشروع راح يشكل جزء او فعال بالنسبه لنا في خطه السكن بالنسبه للجمهور القادم ان شاء الله خلال 2022. فاحب احيي جميع القائمين على المشروع، ما شاء الله مشروع جبار، والله يقدرهم ان شاء الله والله يوفقهم الجميع ان شاء الله. هذه المشاريع مشاريع جيدة وإضافة إلى شركة بروة من ضمن المشاريع الموجودة حاليا. طبعا مجلس إدارة يحرص على وجود المشاريع التنموية في الدولة لتخدم رؤية الدولة، تخدم رؤية 2030. ما في شك أن هذه المشاريع راح تضيف كثير من الوحدات في المناطق الجنوبية، وهي في حاجة لها للأمانة. هناك رؤية للدولة في إعادة توزيع المنطقة بشكل عام، سواء كانت السكنية أو التجارية فيها. طبعا هذا المشروع يعتبر من أكبر مشاريع على الأرض، مساحتها 1,200,000 متر، وتكون تقريبا من ما يقارب 6,700 وحدة سكنية، تنقسم بين وحدات غرفتين وثلاث غرف، وتخدم شريحة مختلفة. اليوم شركة بروة تركز على معايير محددة في تنفيذ مشاريعها، طبعا لا تقتصر عن الجودة ولا تقتصر عن الاستدامة. بالإضافة لذلك الدولة اليوم بروة وتوجيه مجلس الإدارة في التركيز على خلق مجتمع كوميونيتي للعوائل. اليوم كل من عنده عائلة يفضل أن يكون ولده في مأمن، سواء كان في الممشى أو على كان طالع على الدراجة أو أي أكتيفيتي يقوم فيها أو نشاط يقوم فيه. فبروة اليوم تسعى لتحقيق هذا الهدف للمجتمع ورؤية الدولة فيها، بينما تكون مناطق موزعة وغير آمنة للناس. اليوم المشروع هذا يخدم شريحة كبيرة بجميع الامتيازات، في مدارس، في المحلات التجارية، في مساجد، في ممشى السياكل حسب استراتيجية الدولة، وخذ بعين الاعتبار في أماكن مخصصة للمشاة، يخدم القاطنين في المشروع هذا. وهذه الأشياء الأساسية نركز عليها. طبعا ننتقل للمشروع الثاني، هو مشروع سكن العمال. طبعا العمال لهم دور في نهضة الدولة، والدولة حريصة على أن العامل يكون في مكان آمن مستقر، لديه جميع الأشياء اللي يحتاجها، سواء كان من ترفيه أو من تسويق أو من راحة خلال الإجازة الأسبوعية. وكذلك التجمعات تكون تجمعات آمنة لهم ومريحة لهم. فالدولة بتوجيهات مجلس إدارة قام بتنفيذ المشروع الجديد اللي هي براحة الجنوب، ولتخدم شريحة من العمال راح تكون حسب المعايير المعتمدة في الدولة، لكل عامل 6 متر، وكل غرفة بتكون تعتبر كغرفة ماستر، يكون فيها أجلكم الله الحمام من ضمن الغرفة، يعطي خصوصية للقاطنين في الغرفة نفسها. وفي توزيع يكون توزيع يعني مستوي لجميع العمال، يمكن ما تكون تكدس في جهات ولا تكون في ضغط على الشوارع ولا على الخدمات، وتم مراعاة معظم الأشياء الأساسية سواء محلات تجارية أو مساجد أو الهايبر ماركت، وكذلك المداخل والخروج لجميع هذه المشاريع. طبعا جميع هذه المشاريع ان شاء الله بفضل الله راح تنتهي في 1/5/2022، راح تخدم كاس العالم، وهناك ما زال عندنا طلب قوي على استئجار هذه المشاريع ما بعد كاس العالم. فان شاء الله التوفيق للجميع مشيئة الله.